لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما انتهينا في المرة السابقة بفضل الله تبارك وتعالى من الكلام على رؤية ثبوت شهر رمضان ورؤية الهلال وما يحتف به من مسائل. بينتقل بنا بعد ذلك الدليل الطالب إلى الكلام عن شروط وجوب وشروط صحة الصوم. ففي بالنسبة لشروط الوجوب يقول لنا: وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه. فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. يبقى هي دي المسائل الموجودة في هذه الفقرة متعلقة بشروط وجوب الصوم. طبعا عارفين ان الشرط بيكون شيء خارج عن المهية، يعني ما بقولش شرط وجوب الصلاة، يبقى مش هتكلم على حاجة جوه الصلاة كالتكبير والقراءة. شرط وجوب الصوم مش هتكلم على الامساك اللي هو ايه جزء من الصيام، لكن بتكلم على شيء خارج عن الشيء، شيء خارج عن المهي. طيب، وهذا الشيء يلزم من عدمه العدم. انا ممكن بتكلم على الوجوب او بتكلم على الصحة، فلو بتكلم على الوجوب يبقى شرط الوجوب يلزم من عدمه عدم الوجوب. زي في كل العبادات العقل يلزم من عدم العقل عدم وجوب الصلاة، عدم وجوب الزكاة، أو إذا وجبت في ماله يبقى مش يخطب بالولي، عدم وجوب الصوم، عدم وجوب الحج. يبقى إذن المهية اللي احنا بنتكلم عليها الآن الصوم، ايه الموضوع اللي احنا بندرسه؟ شروط وجوب الصوم. هتكون حاجة مش داخلة في ماهية الصوم، لكن اذا عدمت ما يبقاش الصوم واجب. ده شرط الايه؟ الوجوب. يبقى شرط يلزم من عدمه العدم. طب واذا وجدت؟ لا يلزم وجود ولا عدم، لان الشروط بعضها لا غير داخل في قدرة المكلف. يعني هو اذا نقول من شروط وجوب الصلاة دخول الوقت، طب اذا دخل الوقت صار كل الناس صلت؟ لا. يبقى اذا ايه؟ لا يلزم، او اذا لا يلزم او صار كل الناس يلزمها ان تصلي بما في ذلك المجانين، لا، يبقى لا يلزم من وجودي وجود ولا عدم. يبقى طب ايه اللي يلزم منه وجود وجوب الشيء؟ احنا اتكلمنا على شروط الوجوب، نقول اذا وجدت الشروط مجموعه، وساعات في شرط كده بيكون له أهمية أو له أولوية أو هو الذي ينشئ الموضوع فنسميه سبب، ماشي. يبقى مثلا إيه؟ نقول شروط وجوب الكفارة في اليمين، لكن الأول في شرط وجوب مهم اسمه سبب، إنك تحلف اليمين أصلا. هو لو ما فيش يمين مش هنتكلم على إنك وفيت باليمين أم حنثت. فده يبقى ان يكون بالفعل حلف يمين وحنث، اذا تجب الكفار. هنا شروط وجوب الصيام، يبقى اشياء اذا عدم احدها اللي يعدم منها ينعدم الوجوب. طب وجدت كلها، يبقى اذا الصوم واجب على من استكمل هذه الشروط. عندي في شروط موجوده في كل العبادات، ممكن حتى ساعات نقوم جمعينها في لفظ مكلف، أو نجمع منها على الأقل شرطين، يعني نقول الإسلام والإيه؟ الإسلام والعقل والبلوغ. عاقل بالغ دي تساوي مكلف، وساعات نعتبر كلمة مكلف تساوي مسلم عاقل بالغ.
الشرط عموما ما يلزم من ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وكان خارجا عن ماهية الشيء. في الفقه عندنا موضوعين بيتكرروا معانا في كل العبادات، شروط الوجوب وشروط الصحة. يبقى أنا إيه الحاجات التي لو وجدت أخاطب المكلف بأن هذا الأمر يجب عليك، بنسميها شروط الوجوب. طيب حاجات بقى هو لازم يعملها قبل العباد، ولو ما عملش الحاجة اللي ما يعملهاش منهم تبطل العبادة، بنسميها شروط الصحة. العبادة ذاتها بقى لا تتم إلا بكذا، دي هتبقى اسمها أركان، هنيجي لها بالنسبة للصوم، وهم له ركنين الإمساك على المفطرات والوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يبقى دي الإيه؟ دي اللي هي اللي جوه الماهية، وإذا لم تفعل بطلت العبادة، هيبقى اسمها أركان. طيب أنا عندي هنا شروط الإيه؟ شروط الوجوب. في شروط وجوب لكل العبادات، الإسلام والعقل والبلوغ. بالنسبة للإسلام في خلاف، يعني خلاف كبير قوي نظريا، وبعدين بنلاقي ملوش ثمرة عملية في قضية هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. فبعض العلماء بيقولوا لا غير مخاطبين، ودول بيقولوا بمنتهى الصراحة أن الإسلام شرط وجوب، يعني اللي مش مسلم لا يجب عليه صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج. وفي علماء بيقولوا لا، الإسلام ليس شرط وجوب، ده شرط صح. واللي بيقول انه شرط وجوب بيقول هو شرط وجوب صح معا كما سائد. طيب بيقولوا بل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، الله عز وجل قال في جواب أهل النار قال ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. طيب على قول اللي بيقول ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، يعني بيقول انت كده واحد كافر واذن الصلاة تقول له يلا صلي، حد كافر تروح تقول له اين زكاتك، قال لك لا هو الاجماع لا يطلب بها في الدنيا. ولكن احنا بنذكره خد بالك اذان المسلمين اللي انت بتسمعه ده بيخاطبك كواحد من المكلفين بخطاب شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيلزمك أن تسلم وتصلي. يبقى الخطاب ده بيذكرك، والقرآن اللي بتسمعه ده بيذكرك، ودخول شهر رمضان بيذكرك. مش الواحد لا يستطيع أن يتمالك نفسه، عايزين نتكلم في الفقه بس، لكن إن رمضان مفروض بيذكر الكافر بانه ها هم المسلمون اللي هم ادوا ما عليهم لانهم قالوا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، يؤدون تبعا لهذا صلاتهم ويصومون شهرهم، وانت متراخي عن الخطوه الاولى اللي معطلاك عن الخطوات اللي بعدها، والخطوات دي انت مطلوبه منك بس مش هتنفع غير لما تسلم. يوم واحد رمضان يطلع شيخ يقول كله هيدخل الجنة، وذكرنا قبل هذا انه هو يمني نفسه بانه ما قالش حاجة غلط، هو بيتكلم على من امن بانبياء. طيب ما هو محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي البشرية كلها، يعني اذا ما فيش حد دلوقتي ينطبق عليه انه مؤمن بنبيه الا من يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. دي ما قالهاش، سؤالك انا قلت حاجة غلط، هذا هل ده ينفع عند الله؟ وده برضه ممكن يقودنا الى يعني البعض قد يرى ان ايه، ان موضوع الاسماء والصفات ده موضوع نظري. ما هو اللي مش بيدرسوا الاسماء والصفات كويس، واللي بيأولوها فضلا عن اللي بينفوها، ما هو ممكن يغيب عنه الخشيه من الله، وانه هل يعني هل يشفع له عند الله؟ ما هيقول له ما انا قلت الحق، وهو متاكد ان اجابته بهذه الطريقه اوصلت معنى باطلا إلى ملايين الناس. ما علينا، الإسلام شرط، إما أن نقول شرط صحة فقط، وإما أن نقول شرط وجوب وصحة. اللي هنلاقيه في كتب الفقه المذكور في شروط الوجوب، ولو من باب إن الحكم العملي المباشر عشان محدش إيه يطالب كافر بإنه يؤدي عبادة. شو ورغم إن الكلام اللي إحنا بنقوله ده اللي منهم ذمي أو معاهد أو
مستأمن وبين بلاد المسلمين، احنا هندعو للإسلام فقط، لكن مش هنروح نلزمه بعبادات بمزاجنا. لا، هو الشرع سامح وأذن بأنه غير المسلمين، لكن حسابهم إلى الله تبارك وتعالى بالموضوع برمته، وبالتالي مش هنكلفهم بشيء بالتشاهي أو الهوى أو غير ذلك. لا، لكن بنذكر للناس جميعا أن خد بالك الأذان اللي تسمعه ده دعوة جديدة لك للإسلام، لأن مطلوب منك الصلاة دي، بس مش تنفع غير لما تسلم. ده الشرط الأول، الإسلام هو حطه في شرط الوجوب. طبعا في نفس الصحة لازم ألاقيه قولا واحدا، ما فيش خلاف بين العلماء. إذا الإسلام هيكون على طريقة الكتاب الذي معنا، وكثير من الفقهاء هيكون شرط وجوب وصح. ممكن تلاقي بعض الفقهاء ما حطوش شرط الوجوب، حطوا في الصحة فقط، لأن كان في الغالب المسألة دي مش بتبحث في الفقه قوي، ومعظم الفقهاء بيحطوا الإسلام في شروط الوجوب ويرجعوا تاني يحطوا في شروط الصحة. مفيش إشكال في كده. ليه؟ ما احنا من الأول قلنا الكافر صم. طب افرض ارتد في نص اليوم، بطل صوم. عشان كده لازم نرجع نقول تاني ان الاسلام شرط صح. هو اللي احنا معانا دلوقتي في المساله الاولى في الباب اللي ايه شرط الوجوب، قال لنا اربعه اشياء ما يجتمعوا نقول ده واجب. في كل العبادات عندي ثلاثه منهم، وساعات يبقى ما فيش خالص، ما فيش غير الثلاثه دول زي الصلاه، وساعات يبقى عندي ايه، عندي شرط زائد في الزكاة الايه، انه يمتلك نصابا ويحط عليه الحول، في الحج من استطاع اليه سبيلا، في الصيام بقى هنقول دلوقتي برضو مع بعض. الشرط الثاني البلوغ، ده موجود في كل العبادات كما ذكرنا من شروط التكليف. ده شرط ايه؟ شرط وجوب. شرط وجوب له حاجة شبهه شرط صحة، وهي التمييز، هنقولها ايه لما نصل لشرط الصحة. والعقل، يبقى العقل ايضا شرط وجوب. كل ده الكلام ده قال والقدرة عليه. هنا مسالك المصنفين في الصيام تختلف بقى. هو انا اقول الشروط الوجوب الثلاثة المعروفين، وبعد كده اتكلم على الاعذار، ولا اقول حالة الأعذار؟ ما ممكن تلاقي مثلا حد يعرف لك إيه، يقول لك يجب صوم رمضان على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، وأن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. يبقى هو هنا بيكلمني متى أقول للمكلف يجب أن تصوم هذا اليوم، ضمن كل الأعذار في إيه؟ في شروط الوجوب. ويبقى كل حاجة بقى هيقول لك خد بالك ده احنا ما قلناش عليه واجب، بس سنوجب عليه بدل ده كذا ده. وفي يقول لا، انا هنا هتكلم على الوجوب. الحاجة اللي هو اللي جابها لنا من اصحاب الاعذار، العاجز بكبر او مرض لا يرجى زواله، اللي هو اعتبر ده شرط وجوب فعلا، يعني بمعنى وجود هذه الحالة تجعل الواجب شيء غير الصيام، مع انه برضو كان ممكن نعتبرها انها يعني نكتفي بالثلاثة ونقول حكم صوم اصحاب الاعذار، وندخل فيها الكبير والمريض المرض لا يجبر. لا، مش حافظ الصراحة، وهنا كأنه وجد ان حسن الترتيب. ترى بقول شروط وجوب، شروط الوجوب الاصلية، والحاجة الحالة أصحاب الأعذار اللي معاها بيكون الواجب شيء آخر غير الصيام. لكن الحالة اللي بيكون واجب معاها قضاء زي الطهارة من الحيض والنفاس، الحاجة اللي بتبقى جائز الفطر وتقضي، قال لا خلاص دي خليها يقولها مستقلة بعيدا عن شروط الوجوب. يعني المهم نفهم المحصلة. لو قلت شروط وجوب الصوم انه يجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، وان تكون مرأة طاهرة من الحيض والنفاس، لازم اكون عارف ان انا بعض من اخرجتهم، احنا قلنا اللي هيتخلف عنه شرط يبقى واجب، يجب عليه شيء اخر، يجب عليه صيام اخر
او يجب عليه بدل اخر. هو هنا حط لي منهم الايه اللي عنده العجز لكبر او مرض لا يرجى زواله، اللي هم دول خرجوا عن الصيام خالص وبقوا الواجب، ويعني ايه بقى الواجب عليهم شيء غير الايه غير الصيام. طيب وهذا الذي عجز ايه بقى فرضه الافطار، يبقى كده الافطر يبقى هو عشان الصيام مش واجب عليه، ولكن يجب عليه شيء اخر وهو الاطعام عن كل يوم مسكينا مد بر او نصف صاع من غيره. نقرا بقى في منار السبيل بيقول لنا ايه، بيقول احنا قلنا طبعا هيدمج عبارات مع عبارات المتن يستخرج بها ادله. قال وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء، الإسلام والبلوغ والعقل، دول الثلاثة الأولانيين. هو قدامك هنا بقى الدليل في ذلك، قال فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون لحديث رفع القلم عن ثلاثة، والقدرة عليه ده الشرط الرابع. فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ليست منسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. طبعا هنا مهم جدا واحنا بندرس الفقه نعرف يعني، وده بقى فايدة تفسير أحاديث الأحكام، شرح أحاديث الأحكام وتفسير آيات الأحكام، إن أحيانا الفقهاء لما بيجيب لك موضع الشاهد فقط بتغيب عنك بعض معلومات مهمة لفهم الموضوع. هنا هذه الآيات كانت في أول شرعية الصيام، كان في أول شرعية الصيام إن من يجد مشقة، أي مشقة بقى هو اللي يقدرها، على الذين يطيقونه يعني الذي يستطيعه بمشقة، لكن هنا مش المشقة التي يسقط عنها التكليف، ده كان الصيام على باب التخيير. فكانت الإشارة إيه؟ إنه ال 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 يعني لو أنت الصوم يسير عليك صوم فهو الأفضل، فإن كنت تطيقه بمشقة، وذلك استعمل تعبير يطيقونه، عليه فدية، يبقى يمكن أن يفطر وعليه إيه؟ وعليه فدية. ولذلك قول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم متعلق بحالة التخير، هذه القضية اللي بنحب ننبه عليها، لأن في حد بيعرض عن الرخصة وهو مريض، دعك من المسافر، المسافر ممكن في أحوال يكون الأيسر له أن يصوم وهو مسافر، لكن برضه يعرض لو أنه محتاج للرخصة وأعرض عنها، نقول له هي الآية دي مش بتخاطب أصحاب الأعذار خالص، ده بيتكلم في أول أمر الإسلام كان الصوم على التخير. بين احنا قلنا الصوم بدأ بفرض عاشوراء يوم في السنة، وبعدين فرض شهر وقيل وثلاثة أيام من كل شهر، وثم فرض شهر رمضان على التخير اللي فيه تصوم يا تطعم. هنا من فوائد بقاء الآيات المنسوخة بقاء قراءتها التعلم من فقهها وتذكر نعمة الله عز وجل وغير ذلك، ومنها أنها قد تبقى يقاس عليها أو يعمل بها في مواطن غير التي نسخت. وهنا كلام ابن عباس رضي الله عنهما ليس بمنسوخ، والذين يطيقونه هو اللي نسخ أنها تكون لعموم الناس، لكن قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس بمنسوخ الصوم، والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. يبقى إذن كان الأول أي حد يجد مشقة من حقه شرعا أنه يفطر ويفدي، ثم قيدت هذه المشقة بالمشقة الشديدة البالغة اللي هي بتبقى فين بقى؟ للشيخ الكبير والمرأة العجوز
والمريض الذي لا يرجى برؤه، لأنه لو متى يستطيع القضاء؟ احنا المريض اللي يرجى برؤه فرضه القضاء، والحامل والمرضع في كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وابن تيمية بيقول طيب يا بكلام رائع جدا الشيخ سالم تيمية، لأن بعض العلماء ما بيقولش بكده في الحامل والمرضع، يقول لهم طيب معنى كلام الشيخ سالم تيمية، يعني لما أحاول أبسطه، لو احنا متفقين على ان الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه يفطرون معهم رخصة بالفطر والإطعام، ومتفقين على ان المريض الذي يرجى برؤه معه رخصة يفطر ويقضي، طيب الحامل والمرضع تلحقوه بمين؟ لو افترضنا ان ما فيش نص، احنا عندنا قول الصحابي، وقول الصحابي اذا لم يعلم له مخالف من الصحابة حج، وبالتالي الراجح في هذه المسألة ان الحامل والمرضع على كل حال خلافا برضو للي هناخده في الكتاب هنا، سواء خافتا على انفسهما او على ولديهما او اذا احتاجتا للرخصة تفطرا وتطعمان. وهنا ده طبعا الكلام من الشيخ سالم تيمية بيقول والله هي الحامل والمرضع، هي الحامل اذا كانت هي كانت حامل واحتاجت للفطر تفطر شهر كامل، طيب وبعدين ترضع، طب اذا هي فعلت الذي هو مستحب في حقها على الاقل ان ترضع ولدها حولين كاملين، طب هي في الحولين دول هتفطر كل واحد شهر، وبعدين قد يطرأ حمل اخر، طيب هل وجد في الشرع انها حتى لو ما فيش حمل اخر تقضي 90 يوم في السنة؟ ده الصلاة لما هي بتحيض الشرع امرها بقضاء الصيام، ليه؟ لانه 3 4 ايام 5 6 في الشهر هتفطرهم هتقضيهم على مدار سنة كاملة، طيب لما هم 5 ايام في 5 صلاة ب25 صلاة اسقط الله عنها قضاء الصلاة، انت هتيجي هتطالبها بقضاء 90 يوم مثلا، وده احتمال كبير انه يحصل. لذلك يعني هو عضد اثر ابن عباس رضي الله عنهما بالقياس والنظر، ويبقى انا عندي داخل في عدم القدره من المنصوص ان دول ليست لديهم قدره، الشيخ الكبير، المراه العجوز، المريض الذي لا يرجى برؤه، الحامل والمرضى. طيب هل يدخل في ذلك اصحاب الاعمال الشاقه؟ لا يدخلون، والا هذا يؤدي الى تضييع حرمات الله، كل واحد يعتبر ان عمله شاق، لكن بنقول ايه في اصحاب الاعمال الشاقه وممكن نبقى ينوي الصيام من الليل ويصبح صائما ويذهب الى عمله، هذا اذا لم يكن امامه فرصه ان هو ينقل الشغل بالليل، حتى اللي يقول لك الافران، طب ما هو عادي يطلع، يمكن عند من يريد ان يعظم حرمات الله يغيروا مواعيد العمل، والخبز يخبز ويصبح الناس يجدونه، وعندنا يعني اعمال البناء، والله بنجد يعني ناس بتبقى حريصه على تعظيم حرمات الله بيجيب كشافات ويشتغل طول الليل الى غير ذلك، لكن ايا ما يكن هو هيصبح صائم ويذهب الى عمله، وإن وصل إنه وهو أثناء النهار في حالة إعياء ساعتها هيبقى مريض، يبقى الرخصة رخصة المرض جت، يأكل ويشرب يرتد إليه عافيته ارتفعت الرخصة، يبقى يمسك بقية اليوم، بس مفيش صيام، ويمسك بقية اليوم احتراما للشهر وعليه القضاء. ده الايه في اصحاب الاعمال الشق. بالمناسبه يعني لما كان دار الافتاء طلعت فتوى فطر اصحاب الاعمال الشاقه، كان الشيخ علي جمعه انبرى ذكر ما ذكرناه الان، ولا ندري يعني نسال الله ما يكونش دي كمان يعني ايه طرأ عليها ما طرأ على غيرها، لأن هو له
كلام واضح جدا في كفر من كل من دان بملة غير ملة الإسلام، وفي كفر اليهود والنصارى، وفي كفر الذين قالوا الله ثالث ثلاثة، وهو الآن بيقول لنا كلام مختلف. فنسأل الله تبارك وتعالى إنه ما يكونش يعني إيه، إنه يثبت على أي كلام حق قاله، وأن يعود عن الضلال المبين الذي قيل في بداية رمضان. أسأل الله العفو والعافية. طيب ده بالنسبة إيه كده، يبقى شروط الوجوب، وعرفنا إنه المصنف ما قالناش كل حاجة هنا، أو ممكن ألاقي في حتة تانية مثلا زي فقه السنة أو كذا هلاقيه قايل كل الحاجات كشروط وجوب، ويبقى وبعد كده هو بيبان بقى دايما. ولذلك مهم لما تقول شرط وجوب، الأمر بيبان أكتر وأنت بتقول إيه من تخلف عنه هذا الشرط بيعمل إيه. أو نقول شرط وجوب الإسلام، ما فيش كلام كتير، نقول فلا يجب على كافر، البلوغ لا يجب على صغير، العقل لا يجب على مجنون، ما لقيناش في كلام كتير. الشرط الرابع القدرة عليه، فلا لقينا كلام نقوله. وهنا لسه يبقى هو كده بيقول ايه بقى، المريض الذي يرجى برؤه، والمسافر، والحائض، والنفساء، واجب عليهم الصوم. ده بقى هنا الصنعة الفقهية، كل فقيه شايف الدنيا ماشية ازاي، اللي ممكن في الاخر مش هيفرق قوي مع المتلقي. هو كده شايف ان المرأة الايه، ان الكبير والمريض الذي المرض لا يرجى برؤه ابتداء وجبت عليه الفدية. طيب المريض الذي يرجى برؤه والمسافر والحائض والنفساء، نقول وجب عليهم الصيام، ولكن في شأن الحائض والنفساء منع منه مانع، وهو انها حائض او نفساء. يبقى كده ايه، هذا الواجب ينتقل الى انه يبقى له بدل. والمريض المرض الذي يرجى برؤه والمسافر، نقول ايه، ان معه رخصة في ان يؤجل اداء هذا الواجب. يبقى عشان كده هو ما حطهاش في شروط الوجوب، ولا مش هحفظ، لكن كده كده هتيجي معانا، انا هتكلم عليها ان شاء الله في عندما تأتي في ترتيب. انتقل بعد كده يكلمنا عن شروط الايه، الصح. قال هنا يبقى كان باقي معانا، قال ايه، ويطعم كل يوم مسكينا مد بر او نصف صاع من غيره. والله المنقول عن الصحابه نصف صاع، او صاع بعض امداد، لكن عند من يرى ان البر بصفة خاصة النصف صاع منه يعادل صاع من كل الانواع الاخرى. دي مسألة يعني ربما اذا الوقت سمح بنقولها، لكن الراجح ان البر كغيره. يبقى هنا نصف صاع من طعام مدخر مقتات، من قوت مدخر، كما في زكاة الفطر، بس نصف صاع مش صاع، او مدين. يبقى وطبعا اللي احنا عارفين صاع وحدة حجم، يعني اناء كده بيعايروا بيه، فهو حجم غير مثلا المملاه زبيب، غير لما مملاه تمر، وبالتالي بتيجي تحوله لوزن، بتحوله لوزن من سلعة معينة أو من صنف معين. هو الأرز والقمح دي حبوب كثافتها قريبة جدا من بعض، وبالتالي هو الصاع تقديراته طبعا في خلافات كتير، ممكن ناخد بالأحوط إذا ما يعني أمكن، نقدر نقول من الصاع من 2400 جرام لغاية 2800، يعني لو ان
المكلف السائل اللي بيسأل أو الشخص نفسه يجد سعة نقول كيلو ونص رز عن اليوم وخلاص، يعني يبقى أخرج بالأحوط وحسابها أسهل وكل حاجة أسهل. ده لكن ينفع لو هو، احنا بنقول في تقديرات مختلفة للصاع، التقدير يعني هو معظم مثلا فتاوى الشيخ ابن باز بيتكلم على ان الصاع 3 كيلو رز، وده فيه شوية احتياط، وإلا فهو على تقدير ممكن يعمل 2 كيلو و400 جرام، وعلى تقدير تاني يعمل 2 كيلو و800 جرام. خد بالك عندنا هنا مسألة مهمة جدا. أولا في الإطعام دي غير زكاة الفطر، زكاة الفطر ورد فيها صاعا من طعام، لكن هنا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وبالتالي الطعام ده وجدنا الصحابة لهم طريقتين فيه، بعضهم أخرج نصف صاع. أنس رضي الله عنه لما كبر وأفطر جمع المساكين وأطعم خبزا ولحما، يبقى ينفع تعمل وجبة مشبعة، يبقى ما شوية رز على قطعة لحمة على ربع دجاجة على مثلا، يعني قطعة لحمة أو ربع دجاجة، ما تراه أنت وجبة مشبعة من أوسط ما تطلع منه يعني. أو هتاخد حاجة جافة يبقى نصف صاع. هل يمكن المد واحد؟ يعني ورد في حديث الذي وقع على امرأتي في نهار رمضان ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الوسق من تمر عن طعام 60 مسكين، ودول حوالي 15 صاع، يبقى كده ينفع في حالات الضيق، لو ان انه يكفي مد واحد عن اليوم. يبقى عندنا مدين، ده الاصل من اي جنس من وجوه زكاة الفطر، مد عند الحاجة، ينفع عيش باللحمة، وينفع شوية رز مع قطعة لحمة مع شوية خضار، وجبة مشبعة ايضا بحسب ما اوسط ما يطعم الناس. لو انا بتكلم على كفارة اليمين وطعام 10 مساكين، ينفع اجيب مسكين واحد اديله 10 وجبات، كيلو ونص رز، لو انا هطلع رز كيلو ونص رز في 10، 15 كيلو رز اديهم لمسكين واحد، ينفع؟ في خلاف بين العلماء، والراجح لا، 10 مساكين. يبقى ينفع الراجل ده اسرته 5 افراد، اديله الايه 7 كيلو ونص، والتاني لكن ما ينفعش أدي لمسكين واحد 10 كفارات. لكن هنا كل يوم في رمضان يوم مستقل بذاته، يعني لو واحد أفطر في رمضان، واحد كبير في السن أو مريض مرض لا يرجى برؤه كويس، وبعدين هيطلع 30 يوم مع بعض، ينفع يقول 30 في الكيلو ونص رز، يعملوا 45 كيلو رز، يشتري شكارة 50 كيلو مثلا ويروح باعتها لأسرة فقيرة، أيضا. بس الكلام ده امتى بقى؟ برضو أول الشهر ولا آخره؟ في خلاف بين العلماء، والراجح أن العبادة لا يجوز أن تتقدم عن سببها. فالسبب هنا إيه؟ هو الإفطار. يبقى يفدي عن كل يوم على حده، او يستنى اخر الشهر يفدي عنهم كلهم، لكن ما يبقاش الفدية في اول الشهر. كان بعض العلماء بيقولوا يجوز بالذات على صنيع المؤلف، انه اعتبر هنا بالنسبة للشأن الكبير انه الواجب عليه شيء اخر اصلا، يبقى كده يعني هو اعتبر انه عدم القدرة جعل الواجب هو الاطعام رأسا، على صنيعه ينفع في طريقة، حتى في ترتيب المسألة
بتفيد توصيف فقهي ما لدى الفقيه اللي كتبها. فهو كده عنده ان عدم القدرة على الصيام خلت الواجب عليه شيء تاني تاما وهو الاطعام، وبالتالي ينفع في اول الشهر. مسألة محتملة بلا شك، الاحوط يطعم يوم بيوم او يستنى في اخر ليلة من رمضان لو هو هيعمل طريقة بقى ايه، كيلو ونص كيلو ونص رز في 30 يوم ب 45 كيلو، هيسهل على نفسه مثلا يباع في الاسواق شكارة رز 50 كيلو او مثلا يعني شكارتين 25، نقصد يلاقي الامر سهل ويدفعهم الى اسرة وتكون اسرة فقيرة مستحقة وعلى خير وعلى طاعة. كويس جدا يعني، بالذات في الصدقات يعني لما بتكون انت بتدير جمعية خيرية او شيء من هذا، بتتلقى الصدقات من الناس والى الناس، يعني بتتلقى من اللي يديلك وتبحث عن احوج الناس اللي بيجوا يتقدموا وتبحث لهم حالاتهم وكده. صدقتك الشخصية حاول يعني تبذل اكتر شوية كمان من انك تتحرى بها اكثر من الناس صلاحا وتسأل عليهم، ويفضل لو تقدر تبعتها لنفسك مش بوكالة، يبقى فيها فضل كبير من فضل الله تبارك وتعالى. يبقى دي تتم في هذا الأمر. طيب يعني حتى لا نطيل عليكم، نكتفي اليوم بشروط الوجوب ونتناول غدا إن شاء الله تعالى شروط الصحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.